المتابعة والتحري ضبطت الجهات المختصة وكرا للإرهابيين في إحدى الأنفاق في التلال المحيطة ببلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي. يحتوي كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال وأدوات الإجرام. من خلال متابعة مع المواطنين الشرفاء في الريف الشرقي منطقة الدوير تحديدا، تم اكتشاف وكر لفلول تنظيم داعش الإرهابي الذي كانوا يحضرون من خلاله للانطلاق بالعمليات ضد المواطنين والأهالي الآمنين ومنشآت الدولة لإرهابهم. العثور على بعض الأسلحة والذخائر العائدة لتنظيم داعش الإرهابي المخبأة في الوكر، وهي عبارة عن اسطوانات غاز معدة للتفجير وأجهزة اتصال خارجية الصنع وقاذف RPG ورشاش BKC، بعض الأدوية وبعض الأقنعة الواقية للغاز والألغام والعبوات المجهزة محلية الصنع وبعض الذخائر الغربية وراي لتنظيم داعش الإرهابي. المجموعة الإرهابية التي التجأت إلى هذا الوكر كانت تحضر لعمليات إرهابية تجاه الأهالي والمنشآت الحكومية لبث الذعر والخوف في صفوف المواطنين العائدين إلى المنطقة، فيما تتابع الجهات المختصة عمليات البحث والتمشيط للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها سكان دير الزور.